بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم مع برنامجي المتجدد بكم ومعكم واليكم برنامج أستاذ في الطب. بداية أو بادئ بدء الصبا والجمال ملك يديك أي تاج أعز من تاجيك قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك نصب الحسن عرشه بين الفضائيات فسالناه لمن تراه فدل عليك. محبي قناه الصحه والجمال رائده الثقافه الصحيه في جمهوريه مصر العربيه. كل اسبوع وبرنامجنا المتجدد استاذ في الطب نستضيف كوكبه من العلماء كوكبة من القيمة والقامة والعظماء اليوم معي أخي وحبيبي وصديقي بروفيسير العلاج الطبيعي في الشرق الأوسط جمهورية مصر العربية مؤسس كلية العلاج الطبيعي بجامعة البترجي بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة بروفيسير العميد الاستاذ الدكتور سمير الجزار مرحبا بك صديقي ضيفا علينا اليوم. شكرا جدا يا دكتور احمد على هذه المقدمه المستفيضه يعني ان دل فانما يدل على بدايه محبتنا وثانيا يعني صداقتنا مدى الحياه او مدى العمر اللي فات واللي يجي ان شاء الله. شكرا جدا وبشكر الساده الاخوه المشاهدين. يا اهلا يا سياده البروفيسور اهلا بروفيسير القيمه والقامه والعلم والعلامة. البروفيسور سمير الجزار مؤسس كلية العلاج الطبيعي بجامعة البترجي بالمملكة العربية السعودية رفيق الدرب رفيق العرب استاذنا النهاردة هيحدثنا في موضوع شيق وجميل دور العلاج الطبيعي مع السليم ومع المريض ياه مريض في قلب محتاج عملية شرايين قلب نصحوه يلعب رياضة علاج طبيعي استمر لمدة شهر فتحت شرايين القلب وعافاه الله من عمليه جراحه في القلب. الله الموضوع كبير بقى احنا مش فاهمينه، عايزين نفهم بقى ما هو دور العلاج الطبيعي في المريض والسليم مع البروفيسور سمير الجزار. اشكرك يا دكتور احمد الحقيقه احنا لو هنتكلم هنحتاج اكثر من حلقه، لكن يكفي ان انا الفت نظر الاخوه المشاهدين العلاج الطبيعي الان هو اتجاه العالمي، الاتجاه الحديث في التعامل مع كافه الامراض وكافه تخصصات الطب الحديث اما اجي اقول العلاج الطبيعي ليس فقط علاج لكنه وقاء يعني هي جانب وقائي وفي نفس الوقت جانب علاجي علاج. العلاج الطبيعي يتعامل مع المريض ويتعامل مع السليم اه لو جيت اتكلمت عن السادة المشاهدين هيسألوك سؤال دلوقتي طب أنا سليم هعمل علاج طبيعي ليه؟ آه هو أظن والله أعلم مع تكنولوجيا العصر الحديث ومع تطور العصر مفيش حد يا دكتور أحمد بالإجماع وأنا متأكد جميع السادة المشاهدين يا إما شكوى في ألم في الرقبة ألم في الكتف ألم أسفل الظهر آلام الركبتين آلام المفاصل آلام العضلات لسبب لأنه الآن العصر الحديث يمتاز بكثره التكنولوجيا يعني النهارده عايز هقول لحضرتك مثال بسيط قوي فضل. كم مليار على مستوى العالم بيتابع شاشات التلفزيون باوضاع خاطئه كم مليار على مستوى العالم بيجلس جلسه خطا في اثناء عمله كل منا بيشتغل 8 ساعات تمام. حضرتك كمذيع او كاستشاري كبير في علاج امراض السمنه والامراض البطنه يعني الجراح اللي بيقعد يعمل عملية عشر ساعات المهندس اللي بيرسم على اللوحة أكتر من ست إلى ثمان ساعات يوميا متكرر لمدة عشرين سنة الطالب اللي بيروح المدرسة وبيجلس جلسة خاطئة أو شنطة اللي... يعني لو حضرتك يعني موضوع شنطة المدرسة دي لوحدها احنا عملنا فيها عدة حلقات يعني فلما أجي أقول كل الأعمار وكل ال... ال... والجنسين الرجل والمرأة وكل المستويات ال... ال... البيئة العمل بمعنى صح الكل بيشتكي من آلام المفاصل أنا فعلا محق طيب هل آلام المفاصل إحنا بنعتبره من البداية يعني واحد بيجلس على الكمبيوتر مدة طويلة أو واحد واقف ورا الكاميرا بيصور مدة طويلة قاعد أربع ساعات ثمان ساعات في اليوم لازم يشتكي الجسم يعبر عن نفسه بالآلام العضلة لا تتكلم لكن بتصل الى الأمر تتألم. لا تتكلم ولكن تتألم <تصفيق> <تصفيق> تتألم تتألم <applause> 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 نعم لغة الجسد صح فأنا بقول لحضرتك اه كل الأعمار بتشتكي يعني مش عايز أقول للناس السمارت فون النهارده الموبايل إن أنت تقعد على التليفون في حد النهارده بيقعد ما بيقعدش على التليفون أقل من أربع إلى ست ساعات أحيانا وربما أكثر أكثر أه؟ ووجدنا في مجلات طبية عالمية آه مجلة أوروبية للطب الحديث يعني شاب فنلندي كان بيقعد 18 ساعة إلى 20 ساعة على الكمبيوتر وجات له جلطة من النوع العنيف أودت بحياته لا اه هو بي هو في في أنا الكلام ده كنت أنا كنت بستغربه بس أما شفت مثلا المقربين إليّ فعلا الشباب ممكن يقعد 8 ساعات و10 ساعات و15 ساعة نعم نعم وهو يا دكتور أحمد لو لو رجعنا شويه بالوراء يعني احنا ايام مثلا الدكتوراه احنا كنا ممكن نقعد في اليوم برضه ممكن نقعد 15 ساعه. معالي الباشا احنا عندنا هقول لحضرتك حاجه جميله جدا، هل تعلم ان نسبه السمنه في جمهوريه مصر والوطن العربي زادت بعدم ممارسه الرياضه؟ ممكن نقول المدنيه والحضاره ادت الى نسبه الخشونه والهشاشه اللي بتصيب الناس دلوقتي وخاصه النساء منهم اللي قاعدين بقى قدام الريموت كنترول مفيش حركه مفيش نشاط، الام اسفل الظهر زادت بدرجه 25%. بسبب عدم الحركه وعدم النشاط وعدم الحيويه نعم. فعايزين نشوف بقى دور دور نعم. الاول هو ندخل بقى في السمنه دور العلاج الطبيعي في علاج السمنه والنحاف هو دكتور احمد الحقيقه الان تخصص العلاج الطبيعي بقى اصبح فيه التغذيه العلاجيه وبقى في دكاتره العلاج الطبيعي الان بيحصلوا على دبلومات وماجستيرات ودكتوراه في التغذيه العلاجيه التغذيه العلاجيه للمرضى يعني ازاي تتعامل مع مريض سكر ازاي تتعامل مع مريض زارع كليه ازاي تتعامل مع مريض زرع كبد تغذية علاجية للمرضى وتغذية علاجية للرياضيين وتغذية علاجية للعوام لأنه مش أي حد يستطيع أن يتعامل في موضوع السمنة إلا بدراسة تمام لأن زي ما حرك عارف يعني الكل بيتطرب بيطرق هذا الباب سواء في الحقل الطبي أو غير الحقل الطبي لكن اللي في الحقل الطبي طبعا بيبقى بيمشي بموازين ومعادلات وحضرتك اعرف مني في هذا الامر اللي بيها ما ضرش المريض مدرش. المريض ممكن يخضع الى برنامج علاجي او علاج سمنه قوي شديد وياثر لي على الكلى او ياثر لي على الكبد ما هي احنا ده الواقع ما عليك انا دايما بقول للمريض بتاعي حتى بتاع السمنه بقول له خلي بالك علاج السمنه ده علاج ثلاثي يا دكتور سمير تمام. ما ينفعش حاجه لوحدها مثلث بثلاث اضلاع الضلع الاول النظام الغذائي اللي بيتفصل لكل انسان الضلع الثاني النظام الرياضي والعلاج الطبيعي النظام الثالث الدوائي ومش لكل انسان لدرجه بقى قسمهم له الى درجات 40% نظام غذائي 20% نظام دوائي و40% زي الغذائي نظام علاج طبيعي ورياضي وهو ده الشعار اللي بنرفعه الان يا دكتور احمد كيفيه تغيير النمط السلوكي الحياتي. مريض حضرتك قلت بالظبط هو الثلاث اركان رئيسيه الغذاء الدواء الرياضه. نفسه زي المريض السكر صح ثلاثي لا يتجزا عن بعضه. الان حته ان احنا نغير اللايف ستايل حته نمط الحياه للاسف بنحتاج فيه صعوبه الان او بنحتاج يعني تغيير مش سهل لكن بنوصل في الاخر للمريض نقول له استثمار الصحه اوقع من الاستثمار في عملك او في تجارتك لان الصحه هي مفتاح كل حياتك التنميه البشريه التنميه آه البشريه في <applause> <لنمي> البشر <applause> نعم, نعم, وليس في الحجر والكلام ده برضو مش بس المصاب بالسم ده احنا بنقول الكلام ده يا جماعه احنا الجانب الوقائي في العلاج الطبيعي والتعامل مع مع البشر ازاي ما صلش الى الدرجه المرضيه وازاي ما وصلش نفسي الى الحد المرضي طب امتى بقى نقول للمريض انت محتاج فعلا علاج طبيعي دلوقتي العلاج الطبيعي يا دكتور احمد يتعامل مع كل تخصصات الطب المختلفه حضرتك عايزين بقى امثله آه بقى أمثلة. ودور العلاج في كل بقى تخصص نعم هو طبعا الكلام ده بيدرس العلاج الطبيعي بيدرس الان في ست سنوات وبعدين يعني داخلين على مرحله هنغير فيها مرحله البكالوريوس الى مرحله دكتوراه مهنيه في العلاج الطبيعي يدرس السبع سنوات ودي الحقيقه سبقونا فيها امريكا طبعا سبقتنا من 15 سنه لكن اللي اللي بيزعل الواحد انه الدول العربيه والدول الشرق الاقصى سبقتنا يعني الهند باكستان يعني مش عايز اقول دول الخليج سبقتنا في مساله ده في, في ناس بتسافر دول اوكرانيا يا فندم عشان خاطر ياخد نوع من انواع الايه العلاج الطبيعي نعم. هل هو مش متوفر عندنا سواء كان الأمكانيات والأجهزة والأيدي البشرية ولا هو مجرد بس ممكن نقول إيه هو بهجة أعلامية أنا, أنا حقول لحضرتك أحد أسرار العلاج الطبيعي في مصر رائد على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الإقليمي وعلى الشرق مستوى الأوصر. العالمي لأن تقريبا من أقوى البكالوريوسات أو الماجستير والدكتوراه على مستوى العالم يعني يكفينا فخرا ان اوروبا كلها بتدرس العلاج الطبيعي ماكسيموم ثلاث سنين ونص احنا بندرس العلاج الطبيعي ست سنين ونص الان يا دكتور احمد ف... فاحنا بننتقل العالم كله بينتقل الان من مرحله بكالوريوس العلاج الطبيعي الى مرحله الدكتوراه المهنيه وكذا في الصيدله وفي الطب علي. وفي طب الاسنان فاحنا من اقوى اقوى خريج على مستوى العالم بدليل ان العلاج الطبيعي ينتشر في امريكا منذ اكثر من 30 سنه يعني نطمن الساده و... أنا... المشاهدين والجماهير ان العلاج الطبيعي عندنا في مصر يعتبر من افضل العلاجات الطبيعيه وممكن نعمل كمان سياحه علاجيه في مصر وندعو الناس ان يجي ياخدوا عندنا علاج طبيعي إنت في إنت مصر انت بتفتح موضوعات <applause> كل موضوع محتاج 10 حلقات طيب احنا بس عايزين الساده المشاهدين يعرفوا بعض الحاجات الجميله قوي او الحاجات اللي يستفيدوا بيها في البيت من علاج طبيعي نضرب مثال اول حاجه الام اسفل الظهر الام اسفل الظهر ليس بالضروره كل واحد عنده مشكله في اسفل الظهر او ألم اسفل الظهر يبقى عنده غضروف لا قدر الله او عنده عيب خلقي ضاغط على العصب او عنده اعوجاج في العمود الفقري اطلاقا. الام اسفل الظهر بنقول حوالي 70% من الناس اللي بتشتكي بألم اسفل الظهر هي الام ميكانيكيه يا دكتور احمد. تمام هم عايزين يعرفوا بقى الاسباب والعلاج ازاي يا دكتور؟ سي. الاسباب والعلاج باختصار شديد كل الناس اللي عندها كرش لازم تاثر على اسفل الظهر لان الانحناء الامامي تمام بيشد الفقرات فقرات الظهر القطنيه الى الامام فبنقول بيبقى تحميل اضافي على الاربطه بتاعه الفقرات تمام. بتعمل الام الناس اللي ما بتمارس رياضه الناس اللي خامله يعني ما تتحركش تستخدم العربيات في مشاوير كتير ما بتمشيش احنا بنقول يا دكتور احمد الحد الادنى والحد القليل من الرياضة مش لازم يشترك في نادي غالي أو يشترك في نادي يش... آه. ومش لازم يشترك في... اللي ما عندوش مقدرة احنا بنقول العلاج المبسط اليسير المجاني اللي كل واحد يقدر يتعامل بيه مع نفسه لكن برضه بردي... الحد الأقل أو الحد الأدنى هو نص ساعة مشي من ثلاث مرات إلى خمس مرات في الأسبوع لك أنا أنا عندي خشونة في الركبة وما بقدرش أمشي ما هي دي احنا بنقول الكلام ده من بدري يا دكتور أحمد عشان بعد ما الناس بيحصلها الخشونه يقول لك ما اقدرش امشي ما هو ما يقدرش يمشي احنا بنتكلم من بدايه ما نوصلش نفسنا الى هذا الى هذا الامر ودي بقى بتاع الخشونه بنقول له بقى بنبعته لحضرتك او احنا بنعمل له بنظام غذائي عشان ننزل وزنه وطبعا كل كيلو بي... بينزل من وزن الجسم بيقلل الضغط على الركبه لانه الركبتين دول مفصلين مساكين بيشيلوا 70 او 80 كيلو او 120 كيلو على حسب و24 ساعه انا محملهم على رجلي بنام وبطلع وبنزل ومش بس حمل على الركب لا ده تحميل اضافي على القلب اللي احنا مش شايفينه وعلى باقي الاجهزه و... وعلى التنفس وهكذا فبنقول وطبعا يعني ما بيمشي برجلين اتنين يعني كل رجل بتمشي واحده رجل على الارض ورجل الثانيه بتبقى في الهواء. في الهواء فطبعا المفصل احيانا وزن الجسم يتضاعف الى 10 ل 12 ضعف في اوقات واوضاع معينه معينه يعني, يعني حتى وضع السجود وضع, وضع الوقفه بياثر على المفصل طبعا طبعا آه. يعني لو وقفت على رجل واحده وقفت على كعب رجلي وقفت على اطراف صوابعي نزلت في الوضع القرفصاء قمت والتخيل لو واحد مشي على اطراف اصابعه زي ما بيمشي على كعب رجلي زي ما طبعاً. بيمشي على رجله عادي يعني آه. الامر بيختلف تماما عشان كده بنقول يا جماعه بنقول وزن الجسم مهم جدا ووزن الجسم مفصلي يعني بياثر على اسفل الظهر اثر على الركب السمنه انت عارف مضاعفاتها المراره ومشاكل الكلى ومشاكل الكبد واضافه يعني الموضوع لو احنا اتكلمنا على المضاعفات التي تلازم وتصاحب السمنه او زياده الوزن الزيادة. يعني مش هنخلص فبنقول كل كيلو بيخف من وزن الجسم بيبقى عامل رئيسي ومفصلي ومهم جدا بيريح كل الاجهزه. طيب احنا بالنسبه لنا الام اصفر الظهر بيكون فيها شقين الشق الاول شق طبي نتيجه التهاب في الاعصاب او ضيق في الفقرات او ضغط على الفقرات او الاعصاب فبيحتاج استشاري عظام او اخصائي جراحه العظام امتى اقول يلجا للعمليه وامتى يلجا للعلاج الطبيعي؟ كويس هو كل واحد بيتكلم بلغته يا دكتور احمد يعني دايما الجراح بيتكلم بلغه الجراحه لكن بعض الجراحين الحقيقه احنا بنتعامل معاهم وبناخد وندي اللي بيه المريض لابد ان يمر في القنوات الطبيعية للعلاج أول حاجة في علاج دوائي والعلاج الطبيعي اللي احنا بنقول عليه العلاج التحفظي طب أنا لو فشل طبعا. نذكر للسادة المشاهدين بعض الأدوية لأن في ناس بتخاف تاخد الدواء يقول لك انا ليا فترة كبيرة باخد دواء أثر على المعدة وأثر على الكلى اللي هم الحاجات اللي زي النانستورايدل حاجات مثلا يقول له دلوقتي الحاجات الحديثة اللي بدأت تدخل في جدول الحاجات اللي بتشتغل على الأعصاب فايه الادويه اللي ممكن مامونه للمريض انه ياخدها؟ احنا طبعا مش مصرح لينا ان احنا ن... لا مش اسباب ادويه لا لا أنا يعني احنا هنتكلم بصفه عامه آه انه آه فعلا كل الادويه المضاده للروماتيزم او المسكنات او النون ستيرويد اللي حضرتك قلت عليها الادويه يا جماعه زي ما ليها شق ايجابي فهي ليها شق سلبي تمام وحضرتك عارف هو اتجاه العلاج الطبيعي عشان نبعد عن السموم الكيميائيه في صوره الادويه وعشان نبعد عن مضاعفات الجراحه والتعرض لغاز الغاز المخدر. احنا لما نيجي نقول علاج تحفظي بنقول علاج دوائي وعلاج طبيعي. والمريض احنا بيبقى فيه بيننا وبين اي معالج اي طبيب معالج اتصال فوري ومباشر. لانه بيشترك في علاج اسفل الظهر بيشترك في خصل عصاب وممكن جراحه الاعصاب وممكن العظام وجراحتها طبعا. وممكن المريض يروح للطبيب الاسره للفاميلي ميديسين في بدايه فبيبقى في لينك احنا بيبقى العلاج الدوائي والعلاج التحفظي اللي هو في صوره الدواء مع العلاج الطبيعي ده نمره واحد لان الادويه كسرت الادويه لمده طويله في قاعده بتقول بلا شك يا بروف القاعده بتقول لك كل دواء سم الى ان يثبت العكس حتى الفيتامينات بصلح بيها حاجه لكن ببوظ بيها حاجه ثانيه بلا شك نقاع عظام وكبد وهي اسمها كده يا دكتور احمد السموم الكيميائيه الكيميائية لا ايه؟ لانه الناس لما بتاخد الادويه دي مده طويله وبنحذر يا جماعه احذروا الادويه المضاده للروماتيزمات والمسكنات بدأت لانها بتعمل بعض القنوات المهتمه بالصحه زي قناه الصحه والجمال عندنا بتبعت تحذيرات على استخدام بعض الادويه لكثرتها واللي بتسبب بعض يعني ممكن تؤدي الى فشل كلوي على المدى البعيد مش بس ده قبل آه. الفشل الكلوي وكمان يعني التهاب جدار المعده والقرح المعده وقرحه الإنسان ده قرح ده الفشل الكلي ده في آه. النهايه يعني انت عارف معاليك انا بقول دايما كلمه حكمه للعيان بتاعي طب. ليه تدفع من صحتك أكتر ما ده ممكن تدفع اقل؟ ليه ادفع من صحتي ان انا اخش في كلى وغسيل كلى ودوشه وتعب وقرحه معده والتهاب في جدار المعده؟ طب انا اسهل لي اروح اخد كام جلسه علاج طبيعي؟ <applause> وبعدين مع مراعاه يا دكتور احمد مش تحيز آه. العلاج الطبيعي هو البعد عن المضاعفات او التاثيرات التأثير. الجانبيه وبرضي انا لا انكر ان هناك علاج جراحي طبعا في حالات بتبقى بالحالات السيفير او الشديده محتاجه طبعا علاج جراحي وتحت اشراف طبي من الساده الاساتذه الافاضل واخصائي جراحات العظام لا أحمد ذلك انا هقول لحضرتك سر يعني احيانا المريض من ثقته فيا احيانا انا اللي اوجهه للجراحه يعني اقول له خلاص انت كده فرصتك مع العلاج الطبيعي خلاص روح بقى هتعمل الجراحه والعلاج الطبيعي بيتعامل مع المريض ما قبل الجراحه وما بعد الجراحه وبعد الجراحه صح والجراح بيبقى عارف كده بيعمل الدور بتاعه لانه خلاص يعني استحاله يعني الحياه او العيش بدون جراح ليه لانه في الله لا لا ورم ضاغط على النخاع الشوكي ورم ضاغط على جذر العصب تمام. آه فقرات فيها تهتك كسر في في حالات آه ما حل يا دكتور احمد آه لازم لازم يعني يطلع. احيانا بيجي لنا ناس بيبقى العصب الضغط عمل ضمور عمل سقوط في القدم عمل سقوط في احد الاصابع عمل شلل في العضله وعمل فقد في الاحساس احنا اللي بننصح المريض نقول له أوح. اعمل الجراحه وتعالى لي صح كده وهي يا دكتور احمد احنا هي سيمفونيه متكامله. احنا ليه الناس بره بينجحوا؟ لان في اواصر كل واحد محترم الجزئيه بتاعته يا دكتور احمد. انما احنا هنا احيانا برضه ايه؟ ب... في تعدي بنستاثر آه. اه على حساب المريض يعني على كل واحد... حساب. الم... صح ف... صح وده اللي احنا بنؤمن بيه بروف ونقول دايما يعني اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بلا شك خلي كل انسان يدخل في التخصص بتاعه. بلا شك, شك. الامام الشافعي قال حاجه جميله قوي قوي العلم علماني، علم الدنيا وعلم الدين. الا وان هناك علمان لا غنى للناس عنهما، علم الدين لارواحهم وعلم الطب لاجسادهم، فما اجمل ان يجمع معنا الاستاذ الدكتور سمير الجزار ما بين العلمين علم الدين وعلم الطب، عايزين تسمع بقى حاجه جميله من اللي كنا بنسمعها زمان عن الاعجاز العلمي في الطب في القران الكريم. الحقيقه احنا عملنا اكثر من موضوع واكثر من بحث ونشر عايزين حاجه بقى للساده المشاهدين يستمتعوا بها يعني النهار. يكفي ان انا اقول يا دكتور احمد المحافظة على الصلاة منذ يعني منذ الصغر فاكر كنت عملت حلقه في قناه روتانا على ما اقرا على ما اشهد اتكلمت فيها على الإعجاز العلمي في حركات الصلاه ببنط. نسمع بقى نسمع الساده المشاهدين بقى أه يكفي طب المعقول. انا بس باستأذنك عندنا مكالمه ابراهيم من الدهليه اتفضل يا استاذ ابراهيم عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك تمارين لعرق النساء طيب حاضر اتفضل اشكرك يا استاذ ابراهيم طبعا السؤال عام العرق النسى بالمناسبه نصحح المفهوم ونصحح النطق كمان هو اسمه عرق النسى يعني هو عند الرجال عند الرجاله وعند الحريم ايوه ليه اطلقوا عليه حتى المفهوم الدارك او اللغوي المشهور وسط الناس كلها عرق النساء <applause> نعم نعم ده يعني ينسبوه الى النساء هو نعم. النساء مش ناقصه حاجه بقى <applause> <applause> لا هو اسمه عرق النساء وهو عصب مكون من خمس جذور اللي بيعمل زي كابل كده ينزل يغذي الرجل كلها من الفخذ من ورا ممتاز العصب ده لما يحصل فيه غضروف الغضروف بيخرج من مكانه يضغط على جذر العصب وسموه النسى لانه ينسي الانسان من شده الالم. Yeah. طبعا ألم مبرح جدا المريض بيجي يقول انا حد كان حد طعني بخنجر خنجر كان رصاصه ماشيه في طعنتني في رجلي يعني وممكن يعمل نوع من انواع الشلل بالمناسبه يعمل سقوط في القدم يعمل فقد في الاحساس على حسب لو الغضروف كميته احنا عندنا اكتر من درجه من درجات الغضروف ممكن تبقى بسيطه ممكن متوسطه ممكن شديده, شديدة. ممكن انتقل من مكانه وخرج وضغط على جذر العصب آه خلاص ملهاش حل لازم, لازم جراحه لا. وجراحه فوريه وما ينفعش معاه العلاج الطبيعي فبنقول الناس معانا مكالمه ثانيه من الاستاذ احمد اتفضل يا استاذ احمد بس انا عايز اوضح لابراهيم طب آه نكمل بعد ما نسمع طيب اتفضل طب. <applause> اتفضل ممكن <مكلمة تصفيق> نفس <applause> <applause> اتفضل يا فندم السلام ورحمه الله حضرتك <applause> انا بشكي من تنميله في ايديا ايديا على طول بتنمل ومن عند كوع كده بحس ان ذراعي بيقف كم عمرك يا استاذ احمد؟ عمري 44 سنه يا وطبيعه عملك؟ يعني بشتغل مكتب. بعمل يدويه مكتبي يعني أه. ولا يدوي بايدك؟ يعني تتحرك ولا وبإيدك. قاعد على مكتب؟ اه بعمل في الصناعه بايديا تصليحات بايدي يعني لمده اكتر من خمس ست ساعات في اليوم متواصل لا بس مش متواصل يعني خفيف يعني ممكن طبعا. ساعه اه ساعه لا كده يعني مش مش شغل بريك بيتغير بيتغير لون الجلد بتاع الايد لا الجلد مش متغير بس هو اللي كان اكتر في ايدي ان هو كان في ايدي على طول وياخد ايدك بياخد الايد كامله ولا اصابع معينه ولا اطراف الاصابع لا 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 يعتبر الخمس صوابع طب هرد على حضرتك حاضر اللي على السؤال اه يعني انا بقول للاستاذ ابراهيم الاول العرق الناسة. عرق النسا عرق النسا يعني احنا ما ينفعش نقول على الاطلاق كده تمرينات في تمرينات خاصه بالعمود الفقري تمرينات خاصه باسفل الظهر تمرينات خاصه بمنتصف الظهر ومش كل التمرينات بتنفع لكل المرضى يا لا حضرتك بس له زي ما تقول يعني حاجه مختلفه عن الثاني بالضبط تمام يا فندم زي الادويه ما ينفعش الدواء اللي مناسب حضرتك يناسب اي حد ثاني لنفس الحاله تمام فانا بقول انه العلاج الطبيعي والتمرينات هي جرعه علاجيه زيها زي الادويه لازم يلجا الى دكتور علاج طبيعي واحتمال كبير قوي انه في الحاله الحاده يا دكتور احمد بنوقف التمرينات بنكتفي فقط بالتعامل في اوضاع معينه بنكتفي فقط بالتعامل مع استخدام الليزر استخدام بعض انواع التيارات الكهربائيه المضاده للالام بنستخدم بعض التيارات الكهربائيه المنشطه للعضلات الاجهزه الحديثه في العلاج الايه العلاج الطبيعي تمام بالضبط, بالضبط. طيب دي برضه قصه ثانيه الاجهزه الحديثه انت بتفتحنا في م... <applause> بس نتكلم فيها برضه طب دلوقتي التنميل كمان؟ تنميل الايد احنا آه. التنميل بيجي التنميل بيجي نتيجه يا يعني اما ضغط على الاوعيه الدمويه زي الناس لما بنقعد فتره طويله مربعين رجلينا نيجي نقوم نقف رجلينا منمله ليه؟ بيبقى ضغط على الشريان الشريان كميه الدم المتدفق بتقل بتعمل <تكلم> التنميل تمام. يبقى ضغط على الاوعيه الدمويه او ضغط على العصب، العصب المشهور قوي هنا في الكوع اللي احيانا نتخبط فيه يعمل كهرباء او يعمل تنميل ده دا دايما الراديال نيرف ده بالذات نعم نعم الأنر آه. الالنر, الالنر, آه. الألنر. آه. ولو الريديال بقى من, من فوق عندنا فوق. عندنا في شلل مشهور جدا تمام. بس في الغرب يعني الحمد لله بيسموه الساتر دي نايت باراليسيس يعني بالليل يوم السبت بالليل بيشربوا نسبه معينه من الخمور او الخمور فايده تقع كده على طرف الكرسي إيه او آه فيضغط على عصب العصب لا ده ما هو دي من من فضل الله علينا يعني الحمد لله طبعا. فهي استاذ احمد تاني غير بقى اللي هي اليد عندنا بقى بالقى. لو حضرتك هتسمح لي اتكلم عندنا العصب الاوسط هنا مشهور جدا آه. مش عايز اقول حوالي 40% من سيدات مصر بخاصه المتزوجات السؤال أو... اللي بيسالني فيه كتير جدا من السيدات نعم السعادات. العصب حاجة الاوسط هنا حاجه بيسموها اختناق في العصب بالظبط او بيسموها باللغه الانجليزيه <applause> كاربال تانل سندروم هو ده يا دكتور احمد كاربال تانل سندروم عصب مشهور قوي بيجي للستات بصوره منتشره جدا ويمكن في ناس سامعيني كتير قوي انا هقول دور لحضرتك مش بقطعك انه بعض الناس بيسالني سؤال انا عملت تسليك لعصب ورجع لي تاني اه عشان كده بنقول يا جماعه العلاج الطبيعي طبعا استاذنك نكمل بقى الكربال تاني بعد ما نسمع فاطمه من هنا إيه؟ اتفضلي يا استاذه فاطمه <سؤال> <سؤال> عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا بيكي <سؤال> <سؤال> آه ربنا يخليك والله منورين الشاشه والله العظيم نوركم <سؤال> 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 ربنا يحفظك ربنا يخليكم يا رب تساعدوا الناس والله منكم <سؤال> نستفيد <سؤال> 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 فضّالي يا فاطمه اتفضل معاك البروفيسور والله انا يا دكتور الصراحه انا عندي 18 سنه لسه بدر عليك يا فاطمه <applause> دلوقتي بشتكي من ظهري ومن كتافي ويدي بتطقطق وظهري بيطقطق متزوجه ولا أنيسة يا فطومه؟ لا متزوجه يعني ليه ثلاث شهور. شهور يعني لسه ما فيش حمل ولاده ولا اطفال؟ لا ما فيش لسه بس انا دركتي كل حاجه في جسمي ورقبته كله بطقطقه والم فظيع طب الطقطقه الطقطقه فيها ورم او سخونه او احمرار لا. في الجلد لا ما فيش غير انا ممكن ما اقدرش اقوم غير لما تقطع مثلا الرقبه او ايدي اول ما طقطق يخف الالم على طول اه طيب ده فاطمه يعني انتي اجلي بس ايه ما تبقى عندي 45 سنه بس هرد على, <applause> على هرد على سؤالك يا فاطمه نكمل شكرا يا فاطمه على سؤالك واسمع الاجابه دلوقتي من البروفيسور بعد ما نجاوب الاستاذ ابراهيم الاستاذ احمد الكربه اه يعني يا يعني استاذ آه آه احمد يا يعني, يعني لازم نبقى هنروح نعمل كونسلتيشن كده نعمل استشاره الدكتور اللي بيها نعرف التنميل سببه ايه؟ هل هو ضغط على العصب ولا ضغط في الاوعيه الدمويه ولا في قصور في الدوره الدمويه على حسب وهي في الغالب يا استاذ احمد او ممكن معاليك برضه يكون الشغل عنده اللي هو السكر بيعمل. بيعمل حاجه اسمه التهاب في الاعصاب الطرفيه ودي برده قصه اخرى آه مع كده استشار الدكتور استشاره الدكتور لانه احيانا الناس عندها سكر وبخاصه الناس اللي عندهم سكر مزمن السكر بيلبس صاحبه بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفية الاعصاب الطرفيه الايد والرجل بيلبس صاحبه شراب وجوانتي يعني حتى ان المريض ممكن يا دكتور احمد يتخلع من رجله اعزكم الله الحذاء بتاعه او الشبش بتاعه وهو مش واخد باله ممكن يبقى ماسك حاجه فيها نار الجماعه بعض المدخنين ما يكتشفش ان أنا هو لا وانا لك حاجه جميله يعني انا انا عدو الامريكيه لامراض السكر انا عارف يعني الحاجه يعني الجميله بروف انه الناس مش واخده بالها ان السكر محتاج اي مريض سكر لازم ياخد دواء كوليسترول حتى ولو ما عندوش كوليسترول لان منظمه الصحه العالميه عملت ابحاث كثيره على الموضوع ده الحاجه التانيه لازم ياخد بيتول فيكس اللي هو بنقول عليه فيتامين بي كومبليكس نعم. لان معظم أدو... معظم مرضى السكر بيبقى عندهم نقص في فيتامين بي كومبليكس فالدواء اللي يعني ادويه كتيره موجوده نعم. في آه آه آه. بيتول فيكس والحاجات دي كلها مفيده جدا في مريض السكر لما يكون عنده التهاب في الاعصاب الطرفيه او تنميل في الاطراف بالظبط عشان كده دايما بننكره هو يهتم بدواء السكر ويسيب م. الحاجات بتاعت الفيتامين لا لا, مهمه كوليس. جدا بي آه. 1 واحد وبي سته وبي 12 مجموعه فيتامينات آه. اللي هي المغذيه المغذيه لل... آه. للاعصاب صاف. مهمه جدا طب. مهمه فضل جدا حضرتك يا طيب انا عايز اقول ل... يبقى خلاص كده الاستاذ احمد اتمنى ان انا ارد وبرضه آه. يا يدولي... استاذه فاطمه طيب عشان اه هرد الاستاذ احمد انا بقول الاعمال اليدويه او الشغل اليدوي يعني بتاع الكمبيوتر يجي لنا برقبته وبتاع الكتابه كتير ممكن يجي لنا بكتفه او يجي لنا بكوعه او يجي لنا بالضغط على العصر في في امراض العصر الحديث بنقول الريبتيتف سندرومز repetitive انجريز uh, uh, الجروح المتكرره آه, اه مش لا الاصابات المتكرره اصابات الضغط المتكرره اه اصابات الضغط المتكرر الضغط المتكرر بعد سند ايدي على طرف الترابيزه او طرف المكتب الساده المشاهدين طبعا مشتاقين أول الحلقة وعايزين يسمعوا معانا الاستاذه فاطمه تاني اتفضلي تاني؟ ايوه معلش والله انا تعبت معايا الاستاذه فاطمه واحدة ثانيه <applause> هو ممكن حضرتك ياثر على الدوره الشهريه او الحمل اه ايه هو؟ مين؟ ايه اللي ياثر؟ آه التعب الظهر الم الظهر ياثر على الدوره الشهريه او الحمل طيب انت فاطمه نفس الفاطمه اللي قبل كده ولا فاطمة آه. فاطمة كانت طيب طب طيب. ماشي يا استاذه فاطمه هرد عليكي بقى هرد عليك بقى هيرد عليكي دلوقتي اتفضل إيه شكرا الالام اللي انت بتشتكي منها يا فاطمه 18 سنه هي متزوجه طبعا لسه من ثلاث شهور آه متزوجه آه. اه اه يعني 18 سنه احنا بنقول بدري قوي اولا عايز انبه كل الساده المشاهدين اي طقطقه ما تقلقش منها في واحد بيطقطق ما يجي يمشي واحد بيطقطق ما يجي يطلع السلم واحد بيطقطق في اثناء الصلاه طب في ناس بتيجي بتسال معالي البروفيسور يعني ايه الطقطقه هل هو ده إيه خبيط في العظم ولا ايه تمام وهل هو مرض محتاج الى علاج اطلاقا ولا خلل في العظم لا نفسه لا, لا لا ولا خلل ولا, خلل ولا حاجه من كده آه. اي اي فراغ في الدنيا لازم يحتوي على كميه غاز حتى العلماء الى الان مش محددين السبب للطقطقه دي هل هو احتكاك السطح المفصلي ببعض هل هو وجود السائل الداخلي لما بيتحط تحت ضغط معين بيعمل الطقطقه هل هو الغاز او نسبه الغاز الموجودة في المفصل هي الطقطقه طبيعيه وما تقلقش نفسك بيها ولا تقلق دماغك بيها الا ان يحصل او يحدث معاها ورم ارتشاح المفصل يتنفخ يسخن يحمر ساعتها لازم نعمل فحص طبي لكن زي يف... ترطق طب ترطأ يعني في بعض الناس تحب ترطق اصابعها طول ما هي قاعده حذر بقى يا دكتور آه. احمد و... ه... يعني انا عندي ملحوظه بلاحظها قوي في السايكوسوماتيك ديس اوردر يعني ايه سايكوسوماتيك ديس اوردر ترجمتها مرض عضوي لو ايه <applause> مرض عضوي إيه نفسي بالحاله النفسيه نعم. يعني نعم. بعض الناس له اللي عنده عضوية. شويه اكتئاب او الم مرض نفسي له اعراض عضويه عضويه ما بيسموه نعم. سايكوسوماتيك ديس اوردر بالظبط بالظبط الان مشغول متضايق يبدا ايه, أيه؟ حاجه من اتنين <تصفيق> بص يا <applause> دكتور احمد انا حارفع نصيحه دلوقتي للناس كلها في واحد طول النهار كده بتقطف في رقبته ده بيجي لنا بعد خمس ست سنين عشر سنين بغضروفين او ثلاث غضاريف في رقبته يعني خطر 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 وخطا وخطا واحد طول النهار وطول الليل بتاعته في الصابع بتقطع في الصابع بمعدل مثلا الف مره في اليوم اه انا لو مسكت كتله كتله حديد وعملت لها احتكاك كده 500 مرة, مره في اليوم معلش احنا المقاطعات دي معناها ان الناس مشتاقه جدا تسمع البروفيسور سمير على كزار. راسي لكل عندنا الاستاذ صد... خالد اتفضل يا الصد... استاذ خالد استاذ خالد ام خالد طلعت من الاستاذ خالد يلا الله يسالنا الاستاذ خالد برضه ماشي اتفضلي يا, س... اتفضل اتفضل يا ام خالد اتفضلي حضرتك اسالي السلام عليكم, عليكم. اتفضلي يا ام خالد وعليكم السلام عليكم اتفضلي يا ام خالد أم أحمد من لو سمح أم أحمد اتفضلي يا أم أحمد أم أحمد مش يا دكتور ازي حضرتك ربنا يسعدك اتفضلي يا أم أحمد. تفضلي. اتفضلي ازي حيلك متشكرين جدا على النصائح الحلوة اللي حضرتك بتقولها دي ربنا يسعدك ويحفظك يا رب يخليك يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال اتفضلي معاك البروفيسور اسأل يا أم أحمد أه، وأنا كنت عملت عملية غضروف شهر 6 اللي فات رقبة ولا ظهر؟ لا ظهر تفضلي لا ظهر يا بروفيسور ظهر طب اتفضلي اه و... وعملتها جراحه مش ليزر فانا من ساعتها تعبانه جدا لو غسلت شويه غسيل فأني اني سبت ديت ومن الارياف كم عمرك يا محمد؟ احمد؟ مجهود جدا كم عمرك؟ 51 يا فندم حصل حمل آه. وولاده اكثر من مره وعملتي قيصريه ولا طبيعي؟ لا اربع مرات اربع مرات ولاده طبيعيه اربع مرات ووزن جسمك زياده اه 86 كيلو 95 86 86, 86. 86. ماشي وطولك طيب. حوالي كام طولي 165 على ما اظن 165 تمام طيب هرد عليك يا ام احمد حاضر على راسي طيب. كمان قبل ما ترد على ام احمد هنسمع كمان معانا ام فارس يا ام فارس معانا اتفضلي لا احنا معانا بتاع الدوره الشهريه والظهر الثلاثه ردوا عليهم مع بعض انا مذاكر لك معا. هرد اقول طيب. 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 لك ادي ام فارس تفضل يا استكول تفضل يا فارس السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكي نورتي البرنامج دكتور. انا معايا كده في الشمال من قدام دايما دايما يا دكتور ما يكون ممزوج من من الداخل من الداخل بالعظم بتاع إيه؟ الصدر الصدر اه الصدر آه الو القفص آه. آه. القفص الصدري من من قدام في الشمال يا دكتور كتفها الشمال الكتف الشمال ولا اليمين يا ام اه من قدام في حضن حضن الكتف في حضن آه الكتف اه فوق الكتف الشمال في حضن الكتف طيب آه. ايوه تمام ماله؟ في حضن الكتف اول ما بجيب يدي لقدام كده اضم يدي لقدام كده احس بالالم في حضن الكتف تحس بالالم في سكر ولا حاجه يا ام حضن مو. الكتف زي ما يكون ممزوج زي ما يكون طب كان حصل معاكي كان حصل معاكي اصابه؟ يعني شلتي حاجه تقيله حطيتي ايدك في وضع خطا مديتي ايدك بوضع خطا بتشيلي حاجه شالت حاجه تقيله هي بتقول لك في حضن الكتف لا والله يا دكتور انا من فتره طب يعني ممكن يكون يا آه. طب إيه في الم معاكي الم فيه ومعاكي ايه تاني؟, تاني في تنميل في الايدين طايف في الاطراف في الالم ده لا هو بس الالم في حضن الكتف بس اه في تنميل طب في ورم ظاهر ولا حاجه فيه في حضن الكتف بالعضله الصدر ده بالعضله البروف هيجاوبك دلوقتي حاضر ماشي يا ام فارس اتفضلي يا ام فارس شكرا لاتصالك يا ام فارس من الاول علاقه الام اسفل الظهر بالدوره الشهريه، الدوره الشهريه آه، بنقول لكل الستات الدوره الشهريه ممكن قبل نزول الدوره الفتره اللي هي تسبق قبل نزول الدوره بتعمل احتقان في منطقه الحوض ممتاز فبتعمل الام في اسفل الظهر وكل الناس واخدين بالهم من كده مجرد نزول الدوره وانتهائها الالام بتنتهي نتيجه تقليل كميه الاحتقار وهضيف لحضرتك كمان لو في اي التهابات وخاصه لما تكون عروسه جديده بيبقى في حاجه اسمها فاجينايتس او سيرفاسايتس التهاب في عنق الرحم الالتهاب نفسه في حد ذاته ممكن يعمل الام اسفل الظهر بلا شك فضل فضل عندنا في كميه كبيره جدا من النساء بتشتكي من الام اسفل الظهر سببها ما بيبقاش العظم او العمود الفقري ولا بيبقى الاعصاب يبقى يكون سببها امراض نساء فاحيانا بنبعتهم لامراض الناس عشان ممكن يكون في قرحه داخليه هي الداخل. اللي عامله لي قرحه اه تعمل. فعلى حはは. هو التهاب اه تمام ف... وطبعا في وسائل العلاج الطبيعي لتخفيف الام الدوره الشهريه الناس دلوقتي لو تاخدت على النت وشافت الحاجات العاديه يعني وفي تمرينات بتتعمل برضه لتخفيف الام الدوره ألام الشهريه هي برضه سالتك هل الحمل برضه بيؤدي الى آه طبعا اه كل الستات اول حاجه الست بتشتكي منها في الحمل بعد الحمل اول حاجه اول حاجه ولسه الرحم بيكون عضو في الحوض ما بيكونش ارتفع عليك ل... لو تتذكر ايام زمان في الافلام حتى الافلام المصريه اول ما الست عايزه تحس ان جوزها حامل تحط ايدها ورا ظهرها وتمشي كده حط ايدها ايوه ده ده علامه على انها حامل <applause> هي, هي اول شكوى تقريبا الستات بتشتكي منها <applause> بعد الزواج اثناء الحمل في اول ثلاث شهور ظهري غير بقى الحاجات اللي احنا عارفينها الثانيه الاستفراغ وهكذا فالظهر وبيكون لسه الرحم عضو في منطقه الحوض, الحوض. يعني ما بيرتفعش وكل طبعا ما يرتفع آه. كل ما شدي. البطن بتمتد والعضله بتتشد آه. بتشد بتاع البطن عضلات البطن لما تقعد مشدوده فتره من الزمان اكتر بتخش في العمود الفقري معاها بالظبط لازم. لازم عامل لازم. الالام الشديده اللي بتحسوا بيها لازم. طبعا العلاج الوحيد هو طبعا الراحه وايه تاني يا بروف العلاج الطبيعي يا جماعه الان لصحه المراه والان ما نيجي نتكلم عن العلاج الطبيعي لصحه المراه دكتور احمد احنا بنتعامل مع المراه من اول ما تتولد وهي في مرحلة المراهقة وهي في مرحلة البلوغ وهي في مرحلة السن الوسط وهي في مرحلة الشيخوخة الشيخوخة هشاشة العظام ومشاكل العمود الفقري و... في كل المراحل احنا بنتعامل وفي حاجه في العلاج الطبيعي لصحه المراه والعلاج الطبيعي لصحه الرجل والعلاج الطبيعي لتاهيل امراض الاعصاب بقى في تخصصات الان يا فندم حتى في العلاج الطبيعي دلوقتي لجراحات الكبد، جراحات القلب، العلاج الطبيعي حاليا لكل حالات والعياذ بالله الشلل سواء النصفي او الكلي او الجزئي، الجلطات بكل انواعها <applause> 90% من علاجها علاج طبيعي يا بروف آه لا ننكر ذلك آه الان آه 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 المستشفيات الكبيرة و... وكان ليا باع في مستشفى السعودي الالماني، أول حاجة البروفيسير الفرنساوي عشان يدي ترخيص للمستشفى بزراعة الكبد، أول حاجة سأل عليها علاج طبيعي هل عندكم تأهيل وعلاج طبيعي صح أو لا؟ وأشوف شهادات الناس. وبنتعامل مع العلاج الطبيعي، يعني مريض الكبد عشان يزرع كبد يا دكتور أحمد، كان بيكلف نص مليون دولار، ودلوقتي الحمد لله الدنيا يعني بقى في علماء ميسرة مصر. هي... ميسرة شوية آه. آه. بس في كل الأحوال العلاج الطبيعي بنستلم المريض ما قبل الجراحه في اثناء وجوده في العنايه المركزه وما بعد الجراحه لحد ما نوصله ازاي يرجع لحياته الطبيعيه ويزاول الرياضه. الناس يا فندم بتخاف بعد العمليات انه يتحرك. يعني تتخيل بعض الناس بيبقوا خايفين يتحركوا. بعض الناس بعد عمليات القلب المفتوح اول اول علاج عشان يرجع الدوره الدمويه والقلب لازم علاج طبيعي. دكتور <applause> احمد يعني يكفي ان انا اوضح للساده المشاهدين العلاج الطبيعي الان بيحكم بيحكم المده اللي بيقضيها المريض في المستشفيات بمعنى حتى لو الجراحات ما كانتش جراحات تقليديه وجراحات بالمنظار المريض بدل ما يقعد ثلاث ايام في ايام في, في المستشفى الان بعد الجراحات لا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم العلاج الطبيعي والتدخل السريع بنخليه يقعد يوم واحد او على الاكثر يقعد يومين ويخرج ونتبعه في العياده الخارجيه أويت بيشن, أويت بيشن كمريض متردد على العياده الخارجيه اللي بيها ازاي يرجع لحياته الطبيعيه طبيعي. مريض عامل مفصل مغير مفصل كلفه 100000 آه. وما اتعملش تاهيل مظبوط ما قيمته لاعب كره يعني مش عايز اقول ممكن يكون ثمنه ميزانيه دوله في افريقيا هذا اللاعب عنده رباط صليبي او عنده غضروف لازم يعمل العمليه ولازم نعمل له علاج طبيعي نستلمه قبل العمليه وبعد العمليه عشان يرجع تاني للملعب ولا ما يبقاش ليه قيمه مش قيمه فبعض الجراحين احيانا اللي بيتساهل يعني. مع المريض يقول له طب العلاج الطبيعي انت تعمل العلاج الطبيعي لا احنا عندنا الان تخصصات يا دكتور احمد يعني مش عايز اقول ده تخصص تخصص يعني كنا الاول بنقول ايه اخصائي العلاج الطبيعي لامراض واصابات الملاعب مثلا لا ده دلوقتي بقينا اخصائي علاج طبيعي فقط لتاهيل ما بعد عملية الرباط الصليبي ومتخصص وداخل فيه العلاج اليدوي وداخل فيه العلاج المائي وداخل فيه العلاج الكهربائي وداخل فيه العلاج يعني بنعمله له نحطه برنامج اللي بيه المريض مية في المية يعني لا يعني لا يعني لا يعني لا نوافق مثلا بنسبه تحسن 80% في المية. ما ينفعش ما ينفعش لازم وكذا 100% في المية. تحسن 100% في 100 في بالذات للرياضيين للرياضيين وبعد ما انا بخلص العلاج الطبيعي بيستلموا اهل التخصص في المجال الرياضي ياه تاني طبعا يعني فوق التخصص نرجع لسؤال طبعا انت نسيت ام فارس ونسينا أم, أم, ام فارس أبو لما كانت تسال على آلام في خن الكتف ممكن يكون ده فروزن شولدر او تيبس في الـ في الـ مش هنوصل لكده اللي آه بيقول عليه دكتور احمد ده اسمه آه نطمنها ونقول لها ممكن يكون ايه انا هقول هقول لها يعني الحركه بتقول عليه الفروزن ده ده, ده اسمه الكتف المتجمد والكتف المتجمد بالمناسبه بيبدا بحاجه بسيطه الم بسيط ممكن بشد مش عارف ايه بجيب ايه من على الكوميدي بتطلع من على الدولاب ايه فحصل شد على الاربطه عمل الم المريض احيانا من الالم ده يركن ايده والركنه دي تكلفه انه يبقى كتف متيبس او كتف متجمد بس مش مش هي دي مفارس, مفارس احد الاسباب ممكن احد الاسباب عشان آه. كده انا بقول ياخدوا آه. بالهم ما ركنش الالم وانساه او اتجاهله لمده طويله لدرجه ان انا افقد الحركه الطبيعيه بتاعت المفصل ما ينفعش لان المفصل حركته يا دكتور احمد بتحكم افراز السائل الداخلي فيه وامتصاصه بيسموه السينوفيا الفيلوي السينوفيا الفيلوي وهذا السائل بيمتص بيفرز ويمتص باليه المحافظه على الحركه على الحركه لو زاد حصل الارتشاح ولو قل حصل الجفاف وهنخش في الخشونه ومشاكل شابه بقى وتاكل في الغضاريف في شغلانه بالضبط والضبط. فانت يا ام فارس آه. يعني ايه بقى الأمر تنصح ام يعني يعني انا مش عارف هي هل راحت للدكتور مثلا عظام خدت رايه ننصحها طبعا يا ريت يشوفها دكتور عظام ننصحها يشوفها دكتور عظام واحتمال عزام. كبير قوي آه. احتمال كبير قوي يعني انا بقول يعني لو خدت من جلستين لأربع جلسات علاج طبيعي بس أتحسن. يكون دكتور علاج طبيعي يظبطها كويس ويفحصها ويشخص حالتها مظبوط اعتقد جلستين ليزر او في دلوقتي عندنا جلسات العلاج التص... الموجات التصادميه تصادميه آه. من ضمن الحاجات الحديثه في العلاج الطبيعي الان بشره بقى في موجات العلاج العلاج بالموجات التصادميه الموجات <تصدمية> <تصدمية> هنختصر ام فارس دلوقتي والافضل والاحسن ان هي تشوف دكتور علاج طبيعي يعمل لها بعض الجلسات او معانا بقى مكالمه تانية حلوه جميله جميله من جميل في المنوفيه فضل يا استاذ جميل اهلا مرحبا يا استاذ احمد يا اهلا بيك السلام عليكم عليكم السلامه والسلام جميل والله لو سمحت عايز اكلم عايز اكلم بروفيسور كده على حاجه بسيطه يا استاذ معاك اتفضل يا استاذ جميل اتفضل يا استاذ جميل معاك بروفيسور كده انا ضهري يا استاذ جميل استاذنك اقفل التلفزيون واسمعنا من التليفون اقفل التلفزيون يا استاذ جميل واسمعنا عوط التلفزيون واسمعنا من التليفون انا ضهري بيوجعني عشان الصدم اتفضل اتفضل تمام كده انا ضهري بيوجعني ورحت للدكاتره وبعدين عملت اشعه رنين واشعه عاديه فقالوا ان انت عندك غضروفين اثنين في الفقرات القطنيه فانا دلوقتي في يوم واحد قال لي اداني علاج وقال لي تعمل علاج طبيعي هل العلاج الطبيعي ده هيجزي معايا لان انا فخادي بوراقي كده فيهم تنمير وما اقدرش اشيل حاجه بايدي لو شلت اي حاجه بايدي 5 كيلو حتى ما بقدرش اتحرك بيهم عندي كمان السيفتي بتعاني كده ما بقدرش اتحرك اشيل حاجه على ازازه حتى تلتها ما بقدرش ارفعها كم عمرك يا استاذ جميل؟ استاذ جميل كم عمرك حقيقي؟ سنك كام خمسة يا استاذ جميل؟ سنة. نعم السن كام؟ 65 سنة 65 والوزن تقيل ولا خفيف؟ لا الوزن ده 66 كيلو جميل جميل خلاص يا استاذ جميل هو المفروض اسالك اسئله كتير بس انا عايز يعني اطمنك على طول وما مجهدكش طيب اولا احنا ده اخر سؤال استاذ جميل عايزين عشان خلاص وقت البرنامج فجاوبوا بس دكتور احمد في دقيقه بالظبط اتفضل استاذ جميل 80% من البالغين بيحصل لهم نوبات الم الظهر دي على الاقل مره في حياته لكن في عوامل بتزود هذا الالم شل تقيل، زق تقيل، اسافر كتير، مطبات عربيات، حاجات كتيرة قوي يعني. المهم أنا عايز أقول لحضرتك 80% يا دكتور أحمد أو 90% من حالات الغضروف أسفل الظهر لا تعالج بالجراحة على مستوى أوروبا كاملة. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا لم يكرما، فاظفر بدائك إن أهنت طبيبه، واظفر بجهلك إن أهنت معلمة في نهاية برنامجي الجميل أستاذ في الطب دعوني أشكر بروفيسير سمير الجزار عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة هليوبلس اللي شرفني وإن شاء الله انتظرونا الاثنين القادم في نفس الموعد برنامجي أستاذ في الطب سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.